السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا، الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز اتكلم فيها تصريح لاحمد سيد زيزو في برنامج كابيتانو. طبعا زيزو الكل يجمع على امكانيات وقدرات زيزو، يعني زيزو لعيب كويس، زيزو لعيب كويس جدا كمان، لكن مشكلة زيزو معايا حاجتين. الحاجة الاولانية الهالة الكبيرة والبالونة الكبيرة اللي عاملها الزملكاوية واعلام جماهيري لنادي الزمالك، ان زيزو ده مفيش لاعب زيه في مصر، زيزو ده محمد صلاح رقم اتنين، ودايما يحطوا زيزو في مقارنة مع حسين الشحات، وده اللي بيخلينا بنرد. يعني احنا لا نقلل من شأن زيزو، زيزو نجم كبير، واللي ما يقولش كده يعني اكيد ما بيفهمش بالكورة. لا، زيزو لعيب، زيزو لعيب، خلينا نتكلم حق ربنا، زيزو لعيب، لكن ما قارنوش بحسين الشحات، لان ارقام حسين الشحات، تأثيرات حسين الشحات مع النادي الأهلي تفرق كتير عن زيزو. لكن الحاجة التانية بقى اللي عجبتني وعايز أرد عليها على أحمد سيد زيزو، قال لك الأدوار الإقصائية دي الماتشات بقى بتاعتنا كمصريين، سواء كنا كأهلي أو زمالك. الأهلي والزمالك في دور المجموعات بيقلبوا حاجة تانية خالص. في دور المجموعات يبقوا وحشين، لما يطلعوا للماتشات الإقصائية فجأة تلاقيهم في الماتشات النهائية بيلعبوا نهائي البطولة. وبس أنا عايز بس أقول لزيزو حاجة، معلش، يعني هو من إمتى حصل مع الزمالك كده؟ يعني أنت، أنا فاهم ومقدر جدا إنك عايز تقول الأهلي، بس يعني عشان جمهور الزمالك ما يقلبش عليك، عشان جمهور الزمالك ما يشتمكش في الماتشات، عشان جمهور الزمالك ما يقولش عليك إن أنت رايح الأهلي ولا حاجة، فراح حاشر اسم الزمالك زي أي إعلامي. سيف زاهر مثلا بيجي يقول لك الاهلي حلو، لازم اقول لك والزمالك حلو. الاهلي جميل والزمالك جميل. الاهلي ممتع والزمالك ممتع. لازم يحشر اسم الزمالك في اي حاجه، حتى معالي الوزير نفسه. يعني معالي الوزير لما كان يجي يتكلم مثلا عن النادي الاهلي او يفتتح حاجه في النادي الاهلي، فتلاقيه راح حاشر لك كده في النص كده حاجه اسمها الزمالك. فيا زيزو انا بس بسال سؤال، هو من امتى الزمالك وصل النهائيات يا ابني؟ يا ابني ده انتوا مش عارف اقول لك ايه، بس هو برضه معذور لان الزمالك ما بيطلعش اصلا من دور المجموعات، فبالتالي من حقه يفتي ومن حقه يقول اللي هو عايزه. كنا اتكلمنا قبل كده وقلت لكم كهربا مش هيدفع مليم، كهربا مش هيدفع مليم، وما زلت متمسك برايي وبكلامي. اجمل ما قاله شادي عيسى في موضوع غرامه كهربا، شادي عيسى ذكي جدا، شادي عيسى بعيدا عن كرهه للنادي الاهلي هو شخص بيفهم. قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه كهربا اصلا لو معاه 100 مليون كان بطل كوره. يعني واحد معاه 100 مليون هيشتغل ليه؟ هيلعب ليه؟ هيتعب نفسه ليه؟ هيلعب بالشوكه والسكينه السنتين اللي باين له وخلاص. قال لك كهربا، تعال نفكر كده بعيدا عن البليله، اوعى تاكل بليله، ان البليله بتعمل صدى على المخ. قال لك تعالى نفكر بعقل. كهربا ايام ما كان الدولار ب 15 جنيه ما دفعش. هيدفع لما بقى ب 40 جنيه او ب 30 جنيه. قال لك كهربا مش هيدفع. اخرتها ايه؟ عايزين تحجزوا على الارصده؟ تعالوا، لو لقيتوا حاجه في الارصده احجزوا. لو لقيتوا حاجه في الارصده بتاعتي احجزوا. دي اخرتها. كهربا ده كلام شادي عيسى، قال لك اللعيب عنده 29 سنة، سنتين هيقعد يمد ويستأنف ويطعن ويعمل، يكون بطل كورة، يكون بطل كورة، وال100 مليون يعيشوا ملك، وبخلي نادي الزمالك يخبط دماغه في الحيط. أنا بيعجبني التفكير ده، يعني بالرغم إنه زملكاوي أهو، لكن عجبني تفكير شادي عيسى. وانا لو مكان كهربا هعمل كده، وانت لو مكان كهربا هتعمل كده. هلعب لي سنتين ثلاثه، هقعد اطعن، هقعد ارفع مش عارف ايه، هتوقف لي شهرين ثلاثه، مش مشكله، اعتبر الشهرين ثلاثه اربعه دول كانوا اصابه لا قدر الله طويله، عادي. اصل انت بتتكلم عن 100 مليون، انت مش بتتكلم عن 100 جنيه.
انت مش بتتكلم عن 100 جنيه، ده اللي بيقع منه 100 جنيه بيعيط عليه، ما بالك بقى 100 مليون؟ لا ده انا اعمل بيهم اللي، ده انا اعمل بيهم اللي ال 100 مليون دول في باقي حياتي. عايز اقول نادي الزمالك في لاعب اسمه يوسف حسن، في لاعب اسمه يوسف حسن. يوسف حسن ده كان النادي الاهلي داخل في صراع مع نادي الزمالك عليه، ولكن الزمالك قدر مع المقاولين العرب او مع وادي دجله ان هم يخلصوا هذا اللاعب، كان وادي دجله تقريبا، وقدروا يخلصوه ب 8 مليون جنيه. في معلومات وصلتنا ان يوسف حسن عنده اصابه مزمنه، وان اللاعب شبه بطل كوره وقاعد في البيت ما بيتدربش. طبعا نتمنى الشفاء لاي لاعب مهما كان الانتماء مهما كان الاهواء، ملهاش علاقه، لكن انا بتكلم في اداره الزمالك اللي عماله كانت ماشيه عماله تصرف فلوس وترمي فلوس يمين وشمال والمحصله صفر. الزمالك عد شوف عدد الصفقات اللي جابها الزمالك الموسم الاخير، وشوف الزمالك استفاد بكم لاعب من الصفقات دي. الصفقات مش بالكم، الصفقات دايما بتبقى بالكيف. الاهلي جاب في الميركاتو الاخير 3 صفقات، شوف الثلاث صفقات عاملين ايه. الزمالك جاب الموسم الاخير 15 20 صفقه ما طلعش بيهم غير مصطفى شلبي، ما طلعش منهم غير بمصطفى شلبي ودونجا، دونجا ابو الرجوله اللي شايف نفسه ارجل لعيب لبس رقم 8 في نادي الزمالك. ارتا سولار يعني الراجل اوزوريو ده هو فهم عقليه جمهور نادي الزمالك. خلي بالك اللي بيفهم بيريح. اوزوريو زي باتشيكو زي جيزوالدو فيريرا زي الذئب ميتشو سلوبيدان ميليسوفيتش ميتشو زي مدربين اجانب كتير. المدرب بيجي الوكيل بتاعه يقول له يا جماعه خلي بالك الجمهور بيحب يسمع 1 2 3، فانت خليك كده على طول ايه واخد بالك حافظهم، تطلع في اي مؤتمر صحفي اختار اي حاجه من 1 2 3 وارزعها في المؤتمر، هتلاقي الجمهور متمسك بيك على طول. فاوزوريو امبارح طلع قال لك ايه؟ قال لك مباراه التا سولار اثبتت لنا جميعا ان جمهور الزمالك افضل جمهور جوه مصر وجوه القاره الافريقيه، جمهور لا مثيل له. انت متاكد يا اسطى؟ لا بجد والله انت متاكد؟ ده ايه شغل كده النسا ده؟ انت متاكد يا اسطى؟ انت شفتهم كويس؟ انت شفتهم في دور المجموعات بيبقوا عاملين ازاي؟ ده دور المجموعات الدور التاني كله ما بيحضروش ماتشات يا اسطى، دول بيشتموا اللعيبه بتاعتهم يا اسطى، وانت هتتشتم معاهم في يوم من الايام. اتمنى ان خوان كارلوس اوزاريو يفضل ثابت على رايه اللي ملوش اي قيمه عندنا ولا حتى نحطه في سله المهملات. والد امام عاشور ولعها ضد نادي الزمالك. امام عاشور جمهور الزمالك وسوشيال ميديا واعلام الزمالك دايما يطلعوا يقول لك امام عاشور ابننا والاهلي خطفه مننا، واللي مزعلنا قوي وحرقنا قوي على امام عاشور انه ابننا. فالراجل رد قال لك ابن مين؟ قال لك امام عاشور ابني مش من ناشئي نادي الزمالك، عشان الكل يطلع كل شويه يقول لك امام ابن الزمالك، امام ابن الزمالك، امام مش ابن الزمالك، امام من ناشئي غزل المحله. لعب في فريق غزل المحله لحد ما تصعد فريق اول، وبعد كده راح حرس الحدود لعب سنتين، وبعد كده راح الزمالك، وبعد كده ميتلند، وبعدين بيلعب دلوقتي في الاهلي اكبر نادي في افريقيا. يا جماعه بطلوا كذب يا جماعه، انتوا شكلكوا بقى وحش قوي، شكلكوا بقى عار قوي، والله العظيم شكلكوا بقى زي الزفت. ايه ده؟ ايه كميه الاكاذيب دي؟ الاخ خالد الغندور طيب الله ثراه عامل لي بلوك مش عارف ليه، كاتب لك على صفحته بيقول لك مهم جدا نشوف مستوى بيراميدز قدام سان داونز، خصوصا الماتش بتاع جنوب افريقيا
بعد الخسارات الكبيرة للأهلي وقبله الزمالك هناك. قمة التدليس إنك تقارن ما بين خسارة الأهلي وخسارة الزمالك وخسارة بيراميدز وتحطهم في سلة واحدة. لأن الأهلي خسر 50-0، مش 5-0، الأهلي خسر 50-0، لكن في نهاية البطولة أنا اللي رفعت الكاس، أنا اللي جرحت إحساسها، أنا اللي جرحت إحساسها وخليت ناس كتير جدا تبكي بدل الدموع دم. لكن فرقة تانية خسرت 3 وما كسبتش البطولة. بيراميدز راح سان داونز خسر 1-0 وما كسبش البطولة. أي خسارة كانت أكثر إفادة؟ العقل يفكر كده. لكن اللي بياكل بليلة واللي على شاكلة خالد الغندور يفكر هو مين خسر أقل. عشان كده هيفضل الأهلي فوق الكل. خالد الغندور اللي بيدعي انه كابتن تاريخ النادي الزمالك وهو يليق بنادي الزمالك، شايف ان البطولة مين يخسر اقل في جنوب افريقيا، مش البطولة انك تكسب البطولة في النهاية، مش البطولة انك تكسب البطولة في النهاية. النادي الاهلي خسر 2 في جنوب افريقيا 5. المرة الأولى رجع النادي الأهلي بعدها السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، طلع صن داونز من دور الثمانية 2 يعني رد طاره، انتقم، وفي 2 كسب البطولة. المرة الثانية اللي كسب فيها صن داونز 5 في نفس الموسم الأهلي كسب البطولة. طب الزمالك ما كسبش، طب بيراميدز ولا هيشمها. لكن هي دي عقلية خالد الغندور، هو ده تفكير خالد الغندور، وعمره ما هيتغير. انا مش هقول لخالد الغندور ركز مع فرقتك في بطولة مراكز الشباب وبطولة المدارس، دي بالنسبة لي بطولة مدارس، البطولة التي تسمى بطولة الكونفدرالية الافريقية دي بطولة مدارس. يا جماعة للأسف الشديد في حاجة اسمها توسيع قاعدة الممارسة. بطولة الكونفدرالية دي مستمرة عشان غرض بس توسيع قاعدة الممارسة، ان هو بدل ما سيب العيال الغلابة دي تتشحطط في الشوارع، واللي يشرب بانجو واللي يشرب حشيش واللي يقعد على القهوة مالوش لازمة واللي يقعد يتحرش واللي يقعد واللي يقعد واللي يقعد، فنلمهم ازاي؟ نعمل لهم بطولة يا عم، مش مشكلة، حتى لو بطولة ملهاش لازمة ولا حد بيتفرج عليها ولا حد يقول يا عم ارمي يلا خليها نخلص، وسع قاعدة الممارسة. فدي بطولة معمولة بغرض توسيع قاعدة الممارسة، ولا ليها اي 30 لازمة، ولا ليها اي 30 لازمة. النادي الاهلي بنك ابو ظبي ينافس اتصالات مصر والفرع الام او الفرع الرئيسي في الامارات، شركتين إماراتيتين بيتنافسوا بملايين الدولارات من أجل الحصول على رعاية النادي الأهلي في بطولتي دوري السوبر ليج وكأس العالم للأندية. النادي الأهلي بيحاول يطلع بأكبر قدر من المكاسب. أعتقد أن النادي الأهلي يقدر يحصل على ما يزيد عن 3 مليون دولار في رعاية واحد من الشركتين او واحدة من الشركتين للنادي الاهلي، اما ابو ظبي بنك ابو ظبي او اتصالات الامارات. 3 مليون دولار مبلغ مش شوية في بطولتين هيتلعبوا خلال شهر ونص تقريبا. النادي الاهلي دايما بيفكر ازاي يدخل فلوس، في وقت تاني او في نفس الوقت بتلاقي ناس تانية بتفكر ازاي اكيد في النادي الاهلي. عايز اقول ان هناك حالة من الرعب تنتاب مسؤولي بيراميدز، حالة من القلق الشديد ومحاولات مستميتة من قبل بيراميدز من اجل اقناع الثنائي أسامة جلال وليد الكارتي
للتجديد على عقودهم مع نادي بيراميدز. الاتنين هيرحلوا مجانا مع نهاية هذا الموسم، الاتنين من حقهم التوقيع للنادي الأهلي في شهر يناير القادم. عشان كده إدارة بيراميدز شغالة شغل من نار، مرعوبين إن الاتنين يروحوا دفعة واحدة للنادي الأهلي، هتبقى مشكلة فنية كبيرة جدا وسقطة قوية جدا لإدارة نادي بيراميدز وملاك نادي بيراميدز. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.